نحن في موكب جمهور الحيدرية في كربلاء التي تأسس عام 1951. هذا من حطينا قطع، أما قبل القطع قبل هذه بسنين هو تأسس. من مؤسسي هذا الموكب وخدمة الحسين على رأسهم السيد ناجي وكاظم الحسون وحج جواد وأسطح حسن وصادق الحداد، ومن بعده أجا حج حسين البغدادي، فهذه كلها خدام الحسين وبخدمة الإمام الحسين. أما أن تسألني عن اليوم فعاليتنا، هو اليوم ورود الإمام الحسين إلى كربلاء يوم 2 محرم، وبمعيه الحر حيث جعجع قافلة الإمام الحسين في منطقة زبالة، وذلك عندما رأى الإمام الحسين على حق ويقيم الصلاة وليس من أهل الدنيا فأنضم إلى الإمام الحسين ودخل كربلاء. حجي، هذه المبالغ جاي تنصرف للحسين والمواكب الحسينية، هذه جاي تنقص من الدخل المادي لو أم تزيد من الدخل المادي؟ أستاذنا العزيز، ما كان لله ينمو. أني سبق وأن قلت لك إحنا لا ننتمي إلى حزب ولا إلى دولة وإلى فئة معينة، إنما هذا كله على اليمن متوقف على أهل الحسين، فدعمه يكون من أهل الحسين، وبركات الله والحسين كل سنة دي زايد بحيث يوصل مبلغنا منا إلى 40 ب25 ب30 ب35 مليون، هكذا صرفنا يكون من مأكل وشبيه وإقامة عزاء ومشق وتطبير، بالإضافة إلى المجلس الوعظ. عندنا مجلس وعظ ونقدم الشاي خلال 24 ساعة في تكيتنا باب الحجي. هذه التشابيه الجاي تقيموها شلون؟ ترتبون الزي مالتهم؟ منو الخياط اللي خيطين؟ شلون هاي الغراض الألبسة منين تجيبوها؟ نوع القماش شنو؟ بالنسبة للألبسة، احنا طيلة السنة نشتغل، مو بس هاي، عندنا نعش الإمام موسى الكاظم، عندنا نعش الإمام علي بن أبي طالب، عندنا نعش الرسول ننزل به بالنجف الأشرف. طيلة السنة عندنا فعاليات. أما إذا تسألني على هاي الملابس، قلت لك احنا نشتغلها، قسم منا نستوردها من الهند بمبالغ خاصة، قسم منا نجيبها من إيران، قسم نجيبها من سوريا مثل الغزل، وباقي الأشياء المحلية كالكراكيش والأخراجة وملابس الخيل والإبل. سبب وجود الرايات، أنت تعرف اللي شاركوا بمحاربة الإمام الحسين هواي، اللي شاركوا بمحاربة الإمام الحسين هواي، وهواي قادة، وكل قائد إلى راية، كل قائد إلى راية. أما أهم راية اللي موجودة هي راية الإمام الحسين اللي كان يحملها بطل المشرعة أبو الفضل العباس، بطل المشرعة أبو الفضل العباس، هذه الراية اللي إحنا نتمسك بها. أما للحر إلى راية، عبيد الله بن زياد إلى راية، الشمر إلى راية، حرملة إلى راية، عمر ابن سعد اللي هو قاد جيش بني أمية هم إلى راية، فهاي الرايات كل راية تمثل العسكر ماله والكتيبه اللي هو يقودها. حجي، هاي شلون تصنعون هاي الرايات؟ شلون تصنعون الرايات؟ قسم البسيط من الاقمشه الاعتياديه، ونقيم في تطريسها بالشكل اللي احنا ورثناه من التاريخ. احنا ماكو شيء من كيفنا نسويه، كل شيء موثق وحسب التاريخ نشتغل وما نخرج عن النص الموجود. هذه من جانب. قسم نطرزها هنا بكربلاء، وقسم من المخمل والأقمشة الراقية نحاول نستوردها إيران، الهند، باكستان، سوريا. يعني استيراد؟ تقصد استيراد؟ زين، نستورد القماش مالها وهنا نقيم بتطريسها أو تكملتها حسب الدور اللي صاحب الراية اللي راح يحملها. شكرا لك حجي، وسائلنا المولى أن يوفقكم. أول 5 أيام وجبة واحدة نطبخ،
بعد يوم الخامس نبلش طبختين ثلاث طبخات تصير، احتمال اربع طبخات اخر يوم تصير. يعني يوم العاشر اربع طبخات؟ العاشر احنا نشكل مو بس تمن ومرق، يعني نسوي سندويتشات قص عندنا مثلا، كباب نوزع بهالطريقه، لان كثره صارت تمن ومرق، فنريد نشكل على مود شوي ننوع بالاكل. هم باليوم او بالوجبه كم وزنه تطبخ؟ يعني بدايه الامر احنا تقريبا بال 120 كيلو تقريبا نطبخ. اول ايام 120 كيلو، شوي شوي تزيد وياها. انا قاعد الاحظ هذا كان للطبخ لاهل الموكب اللي راح يطلعون يعني غدا مال الموكب لو للزوار. للزوار، زوار ابو عبد الله. على الطبخ شنو اللي قبل شوي احنا شفناه؟ هذا اللي حاليا دا يتوزع، هذا لذول الخدمه اللي راح يطلعون عزاء. هاي ماشي يوميه لازم ينطبخ للخدمه وقت اللي يصير عندهم عزاء يصير لهم اكل ان شاء الله. البقوليات بانواعها، فاصوليه، حمص، عدس، لوبيا، المعجون عندك. وهالسنه احنا تقريبا مو انفردنا تقريبا بنوعيه القيمه، مو لفه المتعارف عليها، اخذنا حمص وجرشناه. شو اريد ننوع بالاكل بها؟ يعني فد نكهه ثانيه القيمه لما حمص مجروش، مو مثل اللبه، ذيك طعم، هذا طعم. طريقه مثلا مو جديده، هي موجوده بس الناس يستصعبوها لان صعب تروح تجرش وتجيبها وتنخلها وهاي الشغلات اللي بيها. وغير التمن مرق